هي الخالة بايا أشهر من نار على علم في مجال خياطة الزي التقليدي بقسنطينة، أفنت حياتها في الحفاظ على تراث حرائر المدينة وقبلها في خياطة العلم الوطني أيام الثورة. سيدة بايا معروفة خياطة حراجة ندير كل شيء، وهذه الحرفة هذه تعلمتها وأنا صغيرة بزاف، مولات 8 سنين بديت هذه الحرفة هذه، ووقت اللي يعني كبرت شوية وعدت مولات 16 سنة بدا هذاك الحرب قبل ما نستقلوا بدا الحرب، بدات الثورة، عدتنا يجيب لي هذا سليم بالهشيلي يجيب لي القماش نتاع العلم ونخيطه له في الليل بالشمعة ولا بالكانكي باش ما يشوفناش العسكر ما نشعلوش الضوء، ونخيطه بالماشينة تاع البيدال، ماشينة صغيرة نحط الدربو نفصله، هو يجيب لي القماش وانا نفصل هذاك الدربو ونخيط. رغم صعوبة خياطة الزي التقليدية إلا أنها ترفض استبداله بالعصري، تقول الخالة بايا مجددا: تطرز وتخيط ديما قدامها نشوف معها ونهز بعينية، كنت نطرز المخاد، كانت نعت لي الطرز تقول لي طرزي المخاد، نطرزو العجارات، نطرزو الدراية، كانوا يقولوا العبروق، هذيك الدراية نديرو الكمام نديروه تاني بالتل، كان التل كان رقيق بزاف. درك نقول لك انا يعني كنا زمان الشامشة وهذه نخدموا العرايس يجوني الناس، كنت وحدي في قسنطينة قليل اللي يعني ينافسني، كنت يعني الحمد لله الناس الكل يعرفوني بالخدمة المتقونة، ونزيد نوصي أنا البنات اليوم اللي عادوا يحبوا اللصقة ويحبوا الربح السريع، نقول لهم يا بنيتي ما كانش قد الخدمة المتقونة هي اللي تدوم. هي إذن الخالة بايا حملاوي من ولاية قسنطينة، حملت على عاتقها مسؤوليتين، الأولى وطنية بخياطة العلم الوطني الجزائري، والثانية ثقافية بحفاظها على التراث الأصيل بعاصمة الشرق الجزائري قسنطينة.